واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أبارك لكم أيها الأحبة غرة شهر رجب الأصب وولادة كوكب من كواكب سماء الولاية والإمامة، الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ورد في أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. كيف نحيي أمرهم؟ ورد في بعض روايات المعصومين أن الأمر هو ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني أن هذه الولاية نعيشها في حياتنا على مستوى الفكر وعلى مستوى السلوك، أي أن الإمامة لا تعني الانتماء الصوري والشكلي لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما يعني أن نعيش الإمامة والولاية والانتماء الحقيقي لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم ونجعلهم قدوة في حياتنا. الآية التي صدرت بها الحديث تقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. على أي أساس اختار الله الأئمة؟ والسؤال أيضا نطرحه: على أي أساس وقع الاختيار على الأنبياء؟ بلا شك أن هناك مقدمة في أذهاننا تقول أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، أي أن الله لا يفعل الأفعال بجهل ولا تصدر عنه الأفعال لغوية عبثية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما تكون أفعاله ناتجة عن العلم المطلق وناتجة عن الحكمة المطلقة التي يتمتع بها الله سبحانه وتعالى. فحينما يختار الأنبياء ويصطفي الأنبياء لا بد أن يكون ذلك على أساس حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى فيها مصلحة للعباد والبلاد، ولذلك يصطفي الأنبياء ويختارهم ثم يرسلهم للناس حتى يكونوا قادة ورادة وسادة يأخذوا بأيدي الناس إلى الغاية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية كشف الله سبحانه وتعالى عن مناطات الاختيار وملاكات الاصطفاء لهذه الصفوة من البشر. إن الله سبحانه وتعالى لما اصطفى الأنبياء بنينا على مفهوم عام، لأن الله عليم ولأنه حكيم
قطعا أن عملية الاصطفاء للأنبياء ناتجة لهذين الأمرين. في هذه الآية يتحدث القرآن الكريم عن اصطفاء واختيار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هو الغاية والغرض من وراء ذلك أن هؤلاء الأئمة، أن هذه الصفوة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني أن السبب في عملية الاصطفاء والاختيار مبني على هذين الأمرين. الأمر الأول: لما علمنا منهم أنهم يتمتعون بصبر تعجز عنه الجبال، ويمتلكون مرتبة عالية من العلم بلغوا فيها عين اليقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون جعلنا منهم أئمة. واحد من هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وألبسه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وساما أنبأ به وأخبر به جابر ابن عبد الله الأنصاري في الرواية المعروفة، في أنه نقل التحية من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الغرض في تعبير النبي أنه يبقر العلم بقرا، والإبقار في العلم يعني التوسع فيه. زمن الإمام الباقر والحياة التي عاشها كانت حياة الاضطرابات الفكرية. صحيح أنه بعد شهادة جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبعد واقعة كربلاء، والحالة التي أصابت الأمة الإسلامية، وحالة من الاضطهاد والضغط والذل والضعة وحركات وسجون ودماء، كانت التيارات الفكرية تتحرك على الأرض، وكان لابد من الوقوف أمامه. وكان الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الذي وسمه النبي الأكرم صلى الله عليه بهذا الوسام يعمل جاهدا في توسعة آفاق العلم، في فتح أبواب العلم على مصراعيها، تعليم وتعلم وشحن الناس، وخصوصا أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا يمكن أن يخوضوا غمار الحياة وهم لا يمتلكون السلاح الذي يمزقون به ظلمة الطريق، مشعل العلم والمعرفة. هذا المشعل إذا لم يمتلكوه كيف يستطيعوا أن يسلكوا هذا الدرب المزدحم بالتيارات الفكرية من مرجئة وقدرية وغيرها ومجسمة ومشبهة وغيرها من الآراء والأفكار التي تعيق حركة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وتبلبل أفكار التابعين لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. ماذا يصنع الباقر صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا الوضع؟ هاتان الصفتان اللتان تحدثت عنهم الآية، صفة الصبر وصفة العلم، لأن الأمور تحتاج إلى النفس الطويل. الحياة خصوصا عند الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ما كانت الطريق مفروشة بالورود والرياحين. أتباع أئمة الهدى
كانوا تحت المراقبة والمطاردة والمتابعة والتهميش والتمييز والإبعاد. هو طبيعي مجتمع يعيش مخنوق، لابد أن يحمي نفسه، وحماية تكون أول حماية. يحمي نفسه بسلاح، هذا السلاح يسقط إذا كنت جاهل، لأنك لا تدرك ولا تعرف كيف تستخدم الوسيلة التي في يدك. لكن حينما تمتلك العلم وتمتلك المعرفة وتمتلك أدواتها، تستطيع أن تتصرف في كل شيء حواليك. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه اشتغل على جبهتين. الجبهة الأولى أن يحصن ويسلح أتباعه بمعارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من التيارات الهدامة التي تقصدهم، تضعف في نفوسهم مسألة الإيمان بمذهبهم وبفكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والمسألة الثانية انفتاح على المذاهب الأخرى، وهذه أصعب من تلك. يعني أنت في اللحظة التي تريد أن تحافظ على ما لديك من أفكار من معتقدات، أنت لا ترفع تفتخر بأنك شيعي، لكنك لا تلغي الآخرين، تثبت كل الولاء للآخرين بأن قدمك ثابتة لا تقبل التزلزل، يدك في يد علي مهما بلغ الخطر، لكنك لا تغلق الأبواب في وجوه الآخرين. هذه نتعلمها من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. شلون يعني؟ إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في اللحظة التي يحمي فيها أصحابه، يحصنهم، يغذيهم على المستوى العلمي والروحي، خصوصا مسألة الارتباط والانتماء لأهل البيت، لأنها مسألة قابلة للتحدي بالدوام من بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا، وحتى يقوم قائم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تبقى علامات الاستفهام، لماذا أنتم شيعة؟ لماذا تتبعون علي بن أبي طالب؟ لماذا تصرون على هذا الولاء؟ بل أكثر من هذا، نحن مو فقط نصر على الولاء، نموت عليه. اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب. مسألة موت وحياة، مسألة ترتبط بموت وحياة. حياتي ما إلها قيمة إذا ما كانت على ولاية علي، موتي ما إلى قيمة إذا لم يكن على ولاية علي بن أبي طالب. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لا، إمامي من علي بن أبي طالب إلى الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف نحافظ على هذه الثروة؟ كيف نحصن بيوتنا، عقول أبنائنا وبناتنا؟ تيارات هدامة. اليوم احنا في زمان التيارات تستقصدنا في داخل بيوتنا، في التلفزيون، في التليفون، في كل وسائل الاتصال. السهام ترشقكم، تستقصد عقول أبنائنا وبناتنا، كيف نحصنهم؟ هذه المآتم حصوننا، هذه المساجد حصوننا، علماؤنا العاملون قادتنا وسادتنا. تبقى لما نضع يدنا في يد أمير المؤمنين ونقتفي أثرهم ونقتدي بهم، فهم الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى غايتنا. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يحمي هذه الأمة من الاضطهاد، من الضياع، من الانحراف، من بلبلة الأفكار، من تضعيفها، من إيجاد مسافة. ضربون أسفين
بينهم وبين قادتهم وبين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نجد الإمام الباقر يفتح أبوابه للمذاهب الأخرى والأفكار الأخرى. يعلمنا لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. شنو الناس ما يعرفون حاسن؟ مو احنا اللي ننتمي لأهل البيت. شنو الصورة اللي ننقلها للآخرين؟ لما أنقل الكلمة، الكلمة مو بس الكلمة المكتوبة والكلمة الملفوظة، كلمة الملموسة المحسوسة، السلوك الذي أمارسه، لما يتلمسون يقولون من وين هذا الأدب؟ يتضع الناس يدها على هذا الشيء المحسوس. أدبني جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. اليوم في العالم كله تجد المفارقات في هذه الدنيا كلها، تقول يذكرون الصراع الطائفي بين مذهب وآخر. لما الناس طالع في داخل الدنيا تتلمس جماعة التابعين لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ماذا يحملون في يدهم؟ وماذا هو في داخل عقولهم؟ وكيف يتعاملون مع الآخرين؟ هذه مكاسب نكتسبها من سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن في ولادتهم، خصوصا في ولادة مولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو باقر العلم الذي نجعله قدوة لنا نقتفي بآثاره، خصوصا شبابنا. العلم لا يرتبط بشيء، العلم في حد ذاته نور، ولا يوجد أحد يرفض النور. بدون العلم يعني أنك تعيش الظلام، والآخرون يخططون لنا أن نعيش في ظلام دامس، أن يعشعش الجهل بيننا، يكون أجيالنا القادمة لا يقرؤون. إذا استطاعوا أن نتركوهم لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يرتقون في مراتب العلم، فهو من أعظم النجاحات التي يقدمونها. هذا إمامكم الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الذي يحمل مشعل العلم ويوسع أبوابه. نقتفي أثر، نعيش ولادة، يعني نعيش ولادة العلم في داخلنا. ما حد لي حجة، شبابنا اللي يقولون أنا شلون أدرس؟ ماكو شغل. أنت مو تدرس للشغل، هذا نور في حد ذات. حصلت عمل أو ما حصلت عمل، فلازم تحمل إياك قبس من نور تضيء به الدرب الذي تسير فيه. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، في حين أنهم علمونا كيف نحمي أنفسنا، نحصن أنفسنا، أبناءنا، أهلنا، بناتنا، من خلال هذه الحصون التي نعيش فيها لا نقفل الأبواب ولا نعيش الغربة مع الآخرين، وإنما نعيش معهم بكل قوة واقتدار بما نمتلك من علم ومعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين، وأن يثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.